ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبر ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده معانا عرس جزائري فخم جميل لجليل، وتعالوا بينا نشوف الاجواء الجزائريه وكمان الالعاب الناريه والاجواء الجميله كلها وحضور مشاهير الجزائر. فالجميع يا رب يكتب له السعاده ويكتب لكل الناس السعاده يا رب العالمين والكرم من عنده ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل السعاده والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.